الجميع. نواصل مدنا المباشر برفقتكم مشاهدينا، وكالعادة نتجول دائما عبر كاميرا قناة الشروق في ربوع وطننا الحبيب لنبرز معالم الجمال وأيضا لنسوق السودان الوطن القارة يعني. ولكن هذه المرة واهتمامنا الدائم بمعاش الإنسان واهتمامنا الدائم بالصنع والحرف هي أرزاق صباحية من خلال هذه المحطة مشاهدينا ونتابعها من ثمنا. شغال مكاني هنا في الخرطوم لي أكثر من 10 سنة في الخرطوم، هنا شغال في مجال المكنيكا مع شركة المهاجر، والشغلة دي أنا جاية يعني برغبة مني، أنا أصلا كنت راغبة الشغلة، الأسرة كلها ما في زول غير أنا، والحمد لله شغال تمام. درست معهد هنا في شارع الغاوي، المعهد الألماني 3 سنوات تخرجت منه، ودعينت رسمي في شركة المهاجر، الحمد لله هسه شغالين تمام، شغال مناس المهاجر 12 سنة والله. أكثر حاجة الناس بتجيني عشان الشغل النظيف، تكفيل المكنات، يعني المكنات دي أنا بشتغل مكنات، يعني الناس بتقول بيقول لك المكنة دي ما بتشتغل إلا تغيرها، لكن أنا بقوم شنو بفكها بعمرها بجيب إزبيرات أصلية، والحمد لله الناس كلها بتجيني عشان المكنات، عربات يعني كل العربات الجاز والبنزين كروزرات كلهم قاعد يشتغل المكنات، يعني في مجال المكنات دي الحمد لله. يعني عادي اقفل لك المكنه 5 6 سنة بتكون شنو في عمان، بس انت تحاول شنو تغير الزيوت والمصافي، تحافظ على البرنامج اللي بديك للعربيه. وعندنا الحاجه الثانيه العربات الصغيره دي هسه في الخريف عندها مشاكل بتاع مويه، هسه اللي احنا فيها دي عربيه خشت جوا مويه وشربت مويه خربت لنا المكنه مره. الصباح بنجي الساعة 8 صباحا بنكون هنا في الورشة، بنطلع 5 6 على حسب الشغل. دار اديكم نصايح، هسا عندنا اخذنا هنا هسا قالت عربيتها بتترتر، انا خشيت بها في المويه، انت لما تخش المويه ما تستعمل الابانس، ترفع رجلك من الابانس العربيه بتتدردك برا بتمشي، لانه لما تدوس الابانس العربيه بتشفط المويه بالسايفون بتودي لك في الراس والمنافولد، العربيه بتجور ثاني وبتمشي معك الا تفك المكنه وتفك الحياه دي. لكن لو خليتها والتقسيمه بتطلع برا الشارع، بس انت تكون حافظ الشارع يكون نظيف، يعني يكون ما فيه حفره، عربيه بتدردك برا بتمشي.